بدايته السينمائية. خالد محمد النبوي، الشهير بخالد النبوي، من مواليد المنصورة، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية، دخوله إلى مجال التمثيل عن طريق الصدفة. بدايته السينمائية كانت في مطلع التسعينيات مع أول ظهور له في فيلم ليلة عسل. منكد عليا عشتي، كل ما أعمل حاجة لازم يطلعها لي غلط. السفر برا غلط، المزيكا غلط، الشهر غلط، حتى الجواز يا جدي عنده غلط. ولكنه ظهر بشكل أكبر في عام 1992 حينما جسد دور ابن عمر الشريف في الفيلم السينمائي المواطن المصري. اطلعي عليه بلعيه كمان وكمان. صباح الخير يابا. والله ما هجيب خبري غيرك انت. انا محروق من تحت راسك وانت نايم في العسل نوم. هو ايه الموضوع يا ماما؟ الموضوع ما تفهميه يا هانم، ايه الموضوع؟ أسند له المخرج يوسف شاهين بطولة فيلمه الشهير المهاجر، والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل من مهرجان جوهانسبرغ للسينما الأفريقية في عام 1995. لو عايزني مستعد أرجع معاك. وتسيبي أهلك وبلدك. بلدي أنت. أنا عائلتي جامدة من الجبل. ندردح؟ أرضنا كلها نخطر؟ رام بطل بقى لف ودوران. لو عايزني بجد انت هات ايدك في ايدي وقول هاتي. انا عايزك ليه؟ يعني قلتها؟ يعني ما ردتيش. ثم قدمه يوسف شاهين في فيلمه التالي وهو المصير، والذي فاز عنه ايضا بافضل ممثل شاب في الاحتفال بمئوية السينما المصرية. ايه الحلاوة دي كلها؟ بنت بحلاوتك شغل نفسها بالغسيل. لا انشغل بيك انت. ما تشوف نفسك شوية اكتشف الدنيا وانا تحرمك. دي تاني مرة طول لسانك عليا. انا بنبهك اهو، كلمة عوجة وامير ولا مش امير هرقعك بالقلم. اسجنك وزنوك في الزنزانة. بقف. ليبدأ الفنان الشاب مرحلة جديدة في حياته الفنية، منها أدواره في القتل اللذيذ لأشرف فهمي، فتاة من إسرائيل لإيهاب راضي، عمر 2000 لأحمد عاطف. أستاذ طارق، حضرتك طالب ولا بتشتغل؟ لسه مخلص بكالوريوس هندسة. برافو. وناوي تعمل إيه؟ الحقيقة مش عارف، يعني أنا نفسي أسافر أي دولة عربية أو أوروبية، ولو أمريكا، بس متهيألي ده حلم بعيد أوي. يبدأ بعدها خالد النبوي الطريق إلى العالمية كما يصفه الكثيرون، بعد أن شارك في فيلم مملكة الجنة أو Kingdom of Heaven للمخرج العالمي ريدلي سكوت، والذي تم تصويره بين المغرب وأسبانيا، ولعب فيه دور مستشار صلاح الدين. It has fallen to us to defend this city, not to protect these stones, but the people living within these walls. يعود النبوي إلى السينما بفيلمين من بطولته، وهما زي الهوى لأكرم فريد وحسن طيارة لسامح عبد العزيز، ويقدم بعدهما فيلم دخان بلا نار، والذي واجه العديد من المخاطر والعقبات التي هددت الفيلم أثناء التصوير، حتى أن فكرة الاعتزال راودت النبوي أكثر من مرة خلال تصوير مشاهد التعذيب بالفيلم. فاز فيلم دخان بلا نار بجائزة الماروكس وورد، وهي الجائزة التي انطلقت منذ نحو 6 سنوات لتكريم الفنانين المبدعين بمختلف المجالات الفنية بالوطن العربي. طب وانتوا قتلين كم واحد لحد دلوقتي؟ ولا واحد. ما عرفش. وحالياً يتنافس النجم خالد النبوي هو وباقي أبطال فيلم المسافر على جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.